متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة إليكم. نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم، اليوم يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بالمقارنة ما كانت عليه طبعا خلال يوم أمس. درجات الحرارة اليوم تتجاوز حتى معدلاتها المعتادة مثل هذا الوقت العام. يميل الطقس الدفئ في مناطق عدة من المملكة وبالأخص في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية في بعض الأجزاء والأنحاء. تسجل درجة حرارة اليوم مثلا في العاصمة عمان حوالي تقريبا 19 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء بشكل عام غالبا صافية. اعتبارا من ساعات الليلة القادمة يتوقع أن يتزايد تأثر المملكة بامتداد لمنخفض جوي خماسيني الذي يتوقع أن يتحرك بالقرب من المملكة اعتبارا من نهار يوم الأربعاء، جالبا معه ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة اعتبارا من هذه الليلة التي تتوقع أن تسجل درجات الحرارة بها ارتفاعا ملحوظا عما كانت عليه في الليالي السابقة. كما ستتحول الأجواء تصبح غدا يوم الأربعاء أقصد خماسينية، بمعنى آخر تكون أجواء جافة دافئة ومغبرة. أما الآن نتعرف معكم على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات المملكة والصغرى الليلة القادمة. سنبدأها من الشمال، من إربد 19 إلى 16، في جرش 21 إلى 15، في عجلون 18 إلى 15، وفي مفرق من 21 إلى 13 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة 19 إلى 14، في السلط 19 إلى 15، في مدبة من 20 إلى 14، في الزرقاء من 22 إلى 15، وفي البحر الميت من 26 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى الليل 21 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في المملكة في الكرك 22-14، في الطفيلة 20-14، في معان من 26-12 درجة مئوية، في جبال الشراء من 19-14 درجة مئوية، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار وتكون الصغرى الليل حوالي 20 درجة مئوية. المناطق الشرقية المملكة في رويشة 22-13، في الصفاوي 23-11، وفي الأزرق من 23 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 13 درجة مئوية. إذا هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، وأتمنى لكم طبعا دائما جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.